مساء الخير، أنا في متحف هشام سليمان لتأريخ السينما المصرية بكل أفلامها. ومن الأفلام اللي هي علامة من علامات الإنتاج في مصر الفيلم الحربي الطريق إلى إيلات. كان لي الشرف بإني أنا كنت أحد البطلات الأبطال اللي حاولنا إنه ننقل صورة عن بطولة حقيقية لعمليات فدائية في مرحلة الاستنزاف. البدلة اللي أنا لبستها من 35 سنة أنا كنت محتفظة بيها، وكنت محتفظة كمان بالبري وبالحزام. حبيت أني أكون جزء من هذا المتحف، فديتها للأستاذ هشام سليمان عشان أنا عايزة الأجيال اللي جاية كمان بعد 30 سنة بعد 100 سنة يبقوا شايفين تاريخ والهيريتج الإرث الحضاري لمصر السينما. أهي هي دي الصورة، أهو هي دي الأصل.